جسر الأحرار، على المتظاهرين بالغاز المفيل للدموع والرصاص الحي والقنابل الصوتية المحرمة دوليا. رصاص مسدس حي استخدم بقتل المتظاهرين. استخرجت هذه الرصاصة من رأس طفل يبلغ من العمر 5 سنوات. قنابل مختلفة الأشكال مختلفة الأحجام، علميا راح يشوف لنا الطبيب عليهن. طبيب دكتور شنو ذني القنابل؟ عليكم السلام. طبعا هاي القنبلة شايفيها، أما هذين ثلاث قنابل ما قاعد أشوفهم، يعني قاعد أشوفهم بالهاي آخر يومين. هنا أنا كاتبين CS، أنا أسأل كل كيميائي وكل اختصاص هندسة كيميائية يقول لنا شنو CS، هو يعرف شنو معنى CS. CS غاز يدمر النيرفس سيستم ويدمر خلايا السير نيرفس، يعني معروف عند الأطباء، يعني الخلايا العصبية والجهاز العصبي المركزي والمحيطي. هاي شغلة. طبعا القنبلة حجمها 40 ملم مكتوبة. مكتوب 40 ملم وانا غلطان؟ 40 ملم دكتور. هذا عيارات الاطلاقة. طبعا هاي يعني كل الدلائل تشير انه هذا غاز قاعد يضربونه يهاجم الجهاز العصبي. هذا جي سي. هذا بي كي سي. كلاشينكوف. هاي نفس الحالة. نفس الحالة. قل لي اسمه. اطلاقات كلاشينكوف وجي سي وبي كي سي. أربعة. أو صاعق رمانة صوتي.